ناخد معانا ايضا على التليفون دكتور دينا هلالي في حديث عن القضايا السكانيه واللي هتبدا بكره. طبعا دكتور دينا هلالي هي عضو لجنه حقوق الانسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ وعضو لجنه الثقافه والهويه بالحوار الوطني. اهلا بيك يا دكتور دينا. اهلا بحضرتك استاذ يوسف. ازاي الصحه؟ كله تمام الحمد لله. والله بخير الحمد ما بين لله. الثقافه والقضيه السكانيه مش امور متشابهات، هي كلها متشابهات. صحيح صحيح. ثقافة مجتمع تم تكريس وترسيخ عنده مفهوم انه العيال جاية برزقها وهو سليم، لكن خلف على قد ما تقدر وما تقلقش، وشرائح اخرى من المجتمع بتاعت اصل انا بخلفهم علشان يساعدوني في المصاريف. طب ما انت ما تخلفش كل دول علشان ما تحتاجش مصاريف زيادة، يعني المسألة منطقية جدا، لكن ثقافة تم تكريسها بجانب جماعات أصولية ومتشددة ومتطرفة فهمتهم انه ايا كان الطريقة اللي تستخدم لضبط اعداد الأسرة المصرية حرام وهتخشوا النار. صحيح. هنعمل ايه؟ خلينا بس نتفق على حاجه يا استاذ يوسف، ان احنا الهدف الرئيسي من اي استراتيجيه سكانيه الناس لازم تبقى فاهمه الهدف منه ايه. احنا مش الهدف ان انت نقول لك ما تخلفش او ان انت ما يبقاش عندك الحريه الكافيه لان انت يكون عندك اطفال، ولكن البعد الاخر للموضوع، واحنا بنوصل الرساله بخطوره الازمه السكانيه، ان الهدف من اداره اي قضيه سكانيه هو في المقام الاول ان انا اوصلك لانك تاخد حقك، تقدر تربي ولادك بشكل كويس، يبقى عندنا نظره شامله. احنا ليه او ليه الدوله بتقول يا جماعه القضيه السكانيه هي احد القضايا اللي ممكن تتسبب في ازمه كبيره للمواطن وللدوله، مش للدوله طبعا. احنا مش بنتكلم هنا بس في مصلحه الدوله، احنا بنتكلم في مصلحه مشتركه بتجمع المواطن والدوله في آلية واحده. والله والكوكب يا دكتور دينا، يعني بالظبط، يعني ما اقدرش افصل الكوكب عن الموضوع. احنا تخطينا ال7 مليار، موارد الطبيعيه بتاعت الكوكب ما تتحملش ده. خلينا نتفق ان ازاي ممكن الدوله تمشي في اطار تنموي واحنا عندنا المواطن مش شاعر او مش حاسس بان الدوله بتقدم له مشاريع تنمويه، بان الدوله فيها اقتصاد كان ممكن يكون افضل وظاهر بالنسبه للجميع وحاسين بموارد افضل على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى التعليمي وعلى المستوى الصحي، واحنا اعدادنا بهذا الشكل وتزايد غير طبيعي. احنا في تعداد مخيف ومرعب، يعني لما نقول احنا في وقت صغير قد كده بنزيد بال 750,000، يعني احنا في حاجه مرعبه. علشان كده احنا لازم يبقى عندنا اليات، والحقيقه احنا محتاجين نكرر شكرنا لإدارة الحوار الوطني، لأن الحقيقة كل ما بنيجي نفتح ملف في قضية ونقول الملف والقضية دي مهمة، نلاقي إن على أجندة الحوار الوطني والمحاور الثلاثة قضايا مهمة جدا جدا هي نبض المواطن المصري. فكل التحية والتقدير لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة على تبني دعوته لسماع كافة الرؤى، اللي انا شايفه ان احنا في النهايه لابد من ان احنا نوصل بيها الاليه مهمه. علشان كده انا شايفه ان احنا عندنا بعض المشاكل اللي ممكن تكون لابد من طرحها غدا في ملف القضيه السكانيه. احنا عندنا زواج القاصرات، الزواج المبكر يا استاذ يوسف. احنا عندنا في مواليد للاسف الشديد بيجي لحد النهارده هما مش موجودين في تعداد الدوله، يعني تخيل كل ده واحنا عندنا مواليد مش موجودين. صحيح. مش عارفين نتيجه عدم تسجيل الزيجه اصلا. بالظبط كده، احنا ما عندناش وعي. هي هل الدوله ما قدمتش على مدار السنين اللي فاتت جهود للحد من القضيه السكانيه؟ قدمنا، بس كم مواطن ممكن يبقى عنده خلفيه بالجهود دي؟ كم واحد ممكن يبقى، كم سيده ممكن تبقى متابعه؟ كم اسره ممكن يبقى عندها خلفيه ان كان لحد من 2021 والدوله ماشيه في مسار المشروع القومي؟ خليني اتداخل معاك يا دكتور في الحته دي اذا سمحتي لي. اتفضل. الدوله عملت حاجات كتير مفيش خلاف، المواطن مش حاسس بيها، اذا هناك تقصير. طب تقصير من فين؟ مما لا شك فيه التقصير هتلاقيه من عند كل الاطراف المعنيه بده، الا وهو الدراما والسينما والاعلام والصحافه. كويس، انا بدين نفسي اهو. طيب ادي واحد. اتنين، انا ادين الدراما والسينما اكتر، مش من باب الادانه ولكن من باب انا عايز مجهود اكبر في ان انا اقدر
أعرض المشكلة على الشاشة، الدراما يا فندم والسينما أكثر تأثيراً بمراحل من ألف حلقة. وخلينا نقول يا أستاذ يوسف، إحنا مش محتاجين دراما تصدر لنا المشكلة، إحنا محتاجين دراما بتعالج، تلقي الضوء على المشكلة يعني وتعطي الحلول، تلقي الضوء على المشكلة وتوضح السلبيات. فاكرة أفواه وأرانب؟ أول المواطن بيلاقينا بنقول له خلي بالك اتنين كفايه، يعني مثلا بنقول له في برنامج اسمه اتنين كفايه بتطلقه وزاره التضامن الاجتماعي، فيقول لك اتنين كفايه ليه؟ ما انا لازم اعرفه اتنين كفايه ليه. اديني فيلم سينما. لما تيجي تودي ولادك مدرسه هتوديهم للاسف هتضطر توديهم مدرسه قريبه منك وبتكاليف قليله، فبالتالي هتقول ده مستوى الخدمه فيها ازاي؟ هتلاقي هتقول ده مستوى الصحه ازاي؟ هنبتدي نتطرق للمحاور الرئيسيه اللي هي برضه يا فندم هيبقى حديث أهم. هيبقى حديث هعتبر نفسي جزء من الحوار بتاع بكره، حتى لو انا هختلف في سن، هيظل حديثا نخبويا ونحن نتحدث على الاليات ولسه افواه وارانب. عمل ايه لما نزل زمان فاتن حمامه ومحمود ياسين؟ حدوته طبعا. انا عايز ايه؟ انا اتكلم حتى من واقع شغلانتي، انا عايز ايه؟ انا عايز حركه تاليف ونشر تشرح هذه القضايا، أأخذ عنها ومنها، تتحول إلى مسلسلات، تتحول إلى سينما. السلام عليكم. اللي حصل في الدراما من رفع الحس الوطني بمسلسلات زي الاختيار وغيره وكنا مفتقدينها على الأقل 20-30 سنة. طبعا وآخر مسلسل تحت الوصاية أستاذ يوسف. وادي مسلسل يعني تحت الوصاية. طبعا قضية مهمة. وقبله كان برضه كانت منى زكي المسلسل اللي كانت، أنا بس ما افتكرش الأسامي يعني، اللي كان المفروض إنها كانت في أمريكا وما إلى ذلك. صحيح. فيبقى أنا في عندي مسلسلات نيلي يعني إلى آخره، لكن اللي أنا بتكلم فيه إنه الدراما أكثر تأثيرا من 100 أو 1000 حلقة برنامج. الدراما بتمس الحياة اليومية بلغة الناس. السينما موجودة في الذهنية وفي التاريخ، عايزين نزق في ده، هتلاقي المجتمع هنا بدأ يستوعب مشكلته ويستوعب الحلول اللي أنا قدمتها له، لأنه هيشوف نفسه في المسلسل، هيشوف صحيح. نفسه في الفيلم. صحيح صحيح. أنا مع حضرتك جدا يا أستاذ يوسف في الجزئية الخاصة بالدراما، لأن إحنا يعني الدراما ذات تأثير على مدار سنين في المجتمع بشكل كبير جدا، ولكن هتبص تلاقي حضرتك محتاج اليات على ارض الواقع طبعا، كمان محتاج تفعيل لاليات. واحنا بنحط السياسات للقضيه السكانيه محتاجين كمان نلتمس بعض النقاط المهمه، محتاجين نعرف الاماكن الاكثر تركيزا فيها الزياده معدلات الزياده السكانيه. طيب القصور فين؟ لان احنا زمان كنا بنقول مقتصر فقط الزياده السكانيه على بعض اهالينا في الريف والصعيد وما الى ذلك، والحقيقه معدلات الزياده السكانيه مش بتقول كده، بتقول القاهره هي اعلى معدل وبعد منه الجيزه وعندنا والدقهليه. احنا بنتكلم في المدن، احنا مش بنتكلم في قرى او مش بنتكلم في صعيد زي ما كنا بنقول زمان. اذا احنا محتاجين نخاطب الفئات والاسر والمواطنين بخطوره ارتفاع المعدل وقد ايه هو بيأثر على التنميه، سواء كانت اقتصاديه او الرؤيه اللي مصر حطاها لتنميه. والحقيقه كلنا مستفيدين، يعني الدوله صوره المواطن هو المستفيد الاول من اي تنميه اقتصاديه طبعاً. او من اي من وصول البني ادم الانعكاس مباشر عليه على طول، لان احنا النهارده الحياه السليمه للبني ادم ممكن تتحقق في اسره مكونه من 4 اشخاص، لكن ما اقدرش احققها لاسره مكونه من 7 أو 8 أفراد. انا ممكن اوصلك لحكايه ولا خمسة. ان انت الدوله مطالبه هو لازم يفكر ويغير رؤيته ووعيه، لازم ادخل لوعيه ولازم أيوة. ادخل بجميع الثقافات. هو ده وعيه، لازم ادخل اخاطب جميع الثقافات وعيه. ان انا كل اسره ليها ثقافه وكل محافظه وليها موروثاتها، زي ما حضرتك قلت في الاول الموروث القديم الطفل بيجي برزقه. لا، هو الحقيقه النهارده الطفل مش هيجي برزقه، وحضرتك محتاج تبذل 10 اضعاف جهدك علشان تقدر تصرف على 5 و6 اطفال. ربنا سبحانه وتعالى اصله بيسبب الاسباب بالعقل، يعني كل الامور اللي احنا محتاجينها علشان الاسره توصل لمرحله ان هي تقول انا عايشه حياه كريمه ووفرت لولادي الحياه الكريمه دي، فمحتاجين نوصل ليها بآليات. محتاجين الكرة، محتاجين ان احنا نكثف معدل التثقيف للصحه الانجابيه، محتاجين ان احنا نبتدي نفعل في مراكز الشباب. يعني احنا كنت تقدمت بمقترح لمعالي الدكتور اشرف صبحي بان احنا محتاجين نحول مراكز الشباب والرياضه لمراكز
وحدة تنمية أسرة، يعني أعتقد أن مراكز الشباب فيها أسر كتير جدا جدا، أعتقد أن احنا لو استخدمنا مراكز الشباب كأماكن ليها انطلاقة للتوعية بخطورة الكثافة السكانية، أعتقد أن احنا برضو هنبقى استهدفنا فئة يجوز احنا ما نقدرش نوصل لها، لو ما نقدرش نوصل ليهم بشكل مباشر. لكن هي مسألة وعي جامعي يا دكتور دين، الكثافة السكانية وتأثيرها على المواطن وعلى المجتمع. مسألة وعي جامعي. نورتينا وشرفتينا جدا، ونراك قريبا بإذن الله دكتور دين. طبعا بكرة الجلسة هتبقى الصبح الساعة 11، كله يبقى موجود من الساعة 10، فاحنا مش عايزين نأخركم معنا. كل الشكر حضرتك دكتور دينا الهلالي.